عبر الهاتف عضو تكتل لبنان القوي سعادة النائب سليم عون. مساء الخير. مساء النور سمر، إليك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. بداية، كيف تلقيتم استقالة الرئيس سعد الحريري؟ هلا أنا برأيي الحديث عن الاستقالة هلا اللي صارت بانتظار الإجراءات اللي بيطلع بيان عن القصر الجمهوري بقبولها وبالدعوة للاستشارات تتوضح الصورة أكثر، بس لازم دغري أول قراءة إذا بدك شو لازم يصير من وراها. أنا بعتقد اليوم صاروا كل اللي قاطعين الطرقات لازم بعد استقالة الرئيس الحريري هلا يضلوا بالساحات يعملوا اللي بدهم، يضلوا محافظين على موقفهم بس يفتحوا الطرقات، لأنه ما بيجوز بقى بعد كان مطلبهم استقالة الحكومة. هلا في عدة أشكال لاستقالة الحكومة، استقالت هلا اليوم أول قراءة وأول واجب اليوم على كل الطرقات وكل مين دعمهم إنه يقول لهم خلص كفوا، بده يرجع الاستقرار ويرجع اللعبة الدستورية تاخذ مجراها، يضلوا بالساحات قد ما بدهم ويوسعوا قد ما بدهم، بس قطع الطرقات هيدا صار ممنوع. نعم. طيب اليوم استاذ سليم، يعني رئيس الحكومة امتثل، او خلينا نقول يعني امتثل، حكي عن انه تسكرت طرقات الحوار بوجهه، سمع صرخه الناس ما قدرت له كثير هذا الموضوع انه سمع صرخه الناس وقدم استقالته، بس ايضا بالمقابل على ما يبدو رايحين الى احتكاكات سياسيه قد لا تحمد عقبها. هلا كان قبل شوي معي اتصال مع الدكتور مصطفى علوش عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، وعلى ما يبدو انه الرجل اي الرئيس سعد الحريري يعاني مع وزير الخارجية جبران باسيل، وانه المرحلة المقبلة رح يكون في نوع من تعب على هذا الصعيد. طيب خلينا نحكي فأذن عن المعاناة، وهلا فينا نحكي الامور بصراحة اكثر. طيب كل هالحراك فأذن وكل هالامور والمطالب المحقة ما عم بنكرها ابدا، كلها بتتحقق بس اذا دفعنا الوزير باسيل الثمن. انا مستعد اذا بمحل معين الوزير باسيل مخطئ او مرتكب بنقول معلش خليه يدفع الثمن. اليوم اللي الوضع اللي وصلنا له شو نتيجته ثمر؟ مش نتيجته 30 سرقه من السرقه والفساد والعبث بحقوق العالم وهالطريقة الحكم جايين نحن كلنا لأنه ارتضينا من موقع مسؤوليتنا أنه نصلح، لأنه الإنقاذ مسؤوليتنا بنكر، بس الوضع اللي وصلنا له هل يكفي كل مسؤول اليوم؟ اليوم عم نحكي عن الرئيس الحريري وقبل بنحكي عن غيره، كل الأصدقاء السياسيين أهون شيء وقت يوصل بالآخر ما عاد عندهم قدرة على المعالجة والإنقاذ، كل واحد أنه بيستقيل بيصير هو بريء وما عاد علي اي مسؤوليه. لا اكيد ما حدا عم يحكي هيك، ولكن هل يجوز انه طرف واحد يدفع ثمن اخطاء الجميع؟ مين بده يدفع ثمن اخطاء الجميع؟ يعني ما فهمت هذا اللي عم بساله انا، هل يجوز بده يدفعوا اللي ما له دخله ثمن اخطاء الجميع؟ السياسات كلها القديمه من التسعين لليوم بدنا نحملها كلها للوزير. يا استاذ سليم، في حدا ما له دخل؟ خليني كفيلك بس شغله يا سمر. نحن اليوم مثلا ناخذ هيك امثله بدي اخذها، وزاره المهجرين او ملف المهجرين، كل الاموال المدفوعه علي والهدر اللي صار فيه بدك تحمليه للوزير باسيل؟ اليوم السوق الحره بالمطار والفساد اللي بالسوق الحره بده يحملها الوزير باسيل؟ موضوع الاتصالات من تكوينه من اساسه لليوم بده يحمله الوزير باسيل. هلا هون استاذ سليم لو سمحت ما خليني انا اقاطعك بشغله، اكيد في امور وزارات استلمتوها جديد
هيدي لا ما ما يعني مش لحالكم بتحملوا اكيد صندوق المهجرين، مش انتم بتحملوا وزره، بس اليوم ما فيك تقول بوزاره الاتصالات يلي يعني تعاقبتوا عليها ثلاث وزراء من التيار الوطني الحر، ما فيك تقول انه ما فينا نطرح علامه استفهام، ما فيك لما وزاره الطاقه بيكون صار لها 10 سنين او 12 سنه معكم ما فيك ما ينطرح علامه استفهام، في محلات يحق للناس تطرح علامه استفهام، في محلات لا يحق، حتى لو كان هيدا الوقت منه وقت هيدا النقاش بالتحديد. احنا عم نشوف بس تخلصي لي الله بس تخلصي لي. لا انا بحترمك وقت اللي تحكي ما في لا اوكي لا انا قصدي حتى ما نطلع عم نفوت ببعضنا هيك، هيدا قصدي قول لانه بتعرفي انا لا مش عم بصوت انا على التليفون ليكي لاهميه هيدي التفاصيل انا مش عم بهرب منها، منشان هيك رح جاوبك عليها مع انه شايفها اليوم غير مفيده. بس لا سامر بس استلمنا وزاره الاتصالات كانوا الخطوط المميزه تنباع برا مثل ما تماما بتنبيع نمر السيارات، مثل ما بنشوف بهدر كثير غير محلات. نحن على ايامنا حسنا الخدمه، وطينا الاسعار، زدنا المدخول للدوله، بس بقيت ارقام تنبيع برا بمزادات، حتى عملنا مش ضروري تكون بعلمكم بالمزاد للدوله. لا لا للمال. مش عم بحكي بمزاد الدوله يلي عمله الوزير جبران باسيل مشكور على هيدا الموضوع لانه استرجع فيه بعض الاموال للدوله، بس بقيت في بالنهايه اليوم رح اسمح لحالي اقول عصابات ممنهجه داخل كل الوزارات تعمل تهريباتها اللي بدها تعمله. بكل الاحوال عم برجع اقول لك على اهميه التفاصيل اليوم اللي بعتقد هلا لا اكيد اكيد مش وقتها، مشان هيك خلينا نقطع عنا ونروح الى ابعد من ذلك. ما هذا اللي بدي اياه، هذا اللي بدي اروح انا له. لبل بالعكس نحن اليوم نحن والوزير باسيل عم نحمل بصدرنا ثمن انه نحن ارتضينا نمد ايدنا للكل حتى كل المسؤولين عن الفتره السابقه لنعمل الانقاذ. ما بيقدروا هلا كل مين يسحب ايده من ميلي بيعتبر بياخذ صك براءه وبيلزقنا التهمه كلها، بشر اكبر واحد يقدر يتوجه لنا النا ويقدر يحط عينه بعيننا ويجي إلنا نحن المرتكبين أو مسؤولين عن كل هالمجازر المالية اللي صارت بحق اللبنانيين وكل هالأموال المنهوبة اللي بدنا نستردها. بس طريقة استردادها ثمر مش بهالشكل بيصير. نعم. مش بشكل كل واحد طيب. خليني قبل ما أختم معك استسلي بس روح على سؤال ضروري نعرفه، أنه ماذا بعد هذا الأمر؟ سقطت الحكومة، الحراك وهذه الانتفاضة رح تضل مستمرة بالشارع، ما رح يطلعوا الشباب، وعلى ما يبدو مثل ما سمعنا من الناس اللي عم تحكي انه لا مستمرين، حتى مستمرين باقفال الطرقات، مستمرين بحركتهم، مستمرين بكل شيء، لانه بالنسبة لهم انجاز سقوط الحكومة. خليني كمل، بالنسبة لهم سقوط الحكومة انجاز، ولكن بانتظار بدهم يسرعوا عملية تشكيل حكومة جديدة، مش كمان تاخد 8-9 أشهر. عم تحكي عن مين سمر أنت هلأ؟ عم بحكي عن الناس. مين هيدا الناس كلها الاثنين مليون بالشارع. أنا بدي أشوف شو بدهم. اليوم فخامة الرئيس قال لهم تعالوا أتفاوض معكم، ليش ما طلعوا يتفاوضوا معه؟ وبدي اعرف لانه ما عندهم اداره، لانه ما عندهم اداره، ما عندهم لجنه موحده. سمر وانتم اعلام 13 يوم عم تعرفوا تغطوهم، ما في عندهم اداره كل هاللوجستيه اللي معهم اياها وكل الامكانيات اللي معهم اياها وكل توزيع الادوار وكل شيء عم بيصير. ما تنسي سمر ما نحن منين طلعنا؟ نحن طلعنا اولاد نضال، نعرف هيدي نهار واحد شو كانت كلفتها علينا. ما هو مشان هيك يا استاذ سليم نعمل تحرك ساعه ننفلق ثمر. هلا معلش الحكي الي، انت معك كل الهوا لترجعي تحكي. تفضل. لا بس انا عم ناقشك مش عم بحكي لحالي. ننفلق لساعه نقدر نوقف نامن بس شويه تنظيم. لك اعلام اليوم بمظاهر الزحله ما قدرنا نكفي تحضير الاعلام. لك مع مين عم تحكوا؟ نحن هيدي الشغله مقطعينها وبنعرفها كثير. طيب اليوم برجع لسؤالي. انا معك بس هيدي العالم كله اللي بتطلع. تمر برجع لحديث قديش بديع الحديث هيك بنوع من فضل. اكيد انا وياكي مش مختلف عم نتحاور وبتعطي معزتك واحترامك وانت على الراس والعين، بس انا بدي اجي اقول اليوم امام الراي العام اللبناني كله مقطعين الطرقات بحوادث غير مسبوقه. اليوم انا عندي حريه التنقل، ما حدا له حق يعترضني طريقي. كانت حجتهم
ما رح نترك لتستقيل الحكومة. استقالت الحكومة، هيدي اللعبة مش نحن اللي مننجر إلى نحن ما بيقدروا يجرونا على هيك لعبة، ومنعرف أهدافهم سلفا. بس أنا ما عم أقول أهدافهم، أنا عم بحترم أصحاب الحق، الناس اللي منهم عارفين بهيدي الأهداف. أستاذ سليم، أنا عم يخلص وقتي، وفي سؤال بدي أسألك إيه، شو بعد إذا الناس بقيت بالشارع رح شو بعدين اللي بده يصير؟ اليوم في خوف من الشارع، خوف من دم بالشارع، هل رح نوصل لمرحلة شارع مقابل شارع؟ خصوصا انه بالتيار الوطني الحر عم تنزلوا مظاهرات جانبية دعما لفخامة الرئيس واحتجاجا على اللي عم بيصير، عم بتسموا يلي بالشارع قطاع طرق لانه مسكرين الطرقات، عم بتسمون ميليشياوية لانه مسكرين طرقات. طيب لوين بدنا نوصل؟ يعني هون الناس باقيين، وين رح توصل الامور؟ اول شيء رح اقول لك، نحن في العالم اللي بنحترمهم اللي قاعدين باستحقاق، ومطلبهم هو مطلبنا، ونحن متكلين عليهم اصلا، ما رح نقدر نستمر بدون دعمهم. حتى ميزهم ما اخلط كلهم، مش يعني كلهم، لا مش كلهم قطاع طرق ومش كلهم زعران، في اللي عم بيقطعوا الطرقات هودي غير التصنيف لهم. انا بقول لك كل يوم بيومه، اليوم ما يعتقدوا حالهم انه بيقدروا يستمروا بهيدي اللعبه اللي عم بيحركوهم الاساسيين مختفيين، واللي على الارض مخبيين بغرف عمليات. معلي أنا بقول أهم شيء صار اليوم، انفضحوا على الآخر، عم يتفضحوا يوم على الثاني، وما تخمني نحن بموقع ضعف، نحن بموقع قوة، لأنه عم نعرف نتصرف مع شو اللي مخطط، والمخطط كتير كبير، وبكرة حتبينوا الأيامات. نحن عم نقدر نفصل تماما بين مين صاحب الحق ومين جاي يستغل هيدا الحق، مش ليحققه لحتى يروح بيضايعه، مش فرقاني معه. بالآخر صارت واضحة انه كل هالحراك وكل هالمطالب عنوانها بس فاذا استهداف شخص واحد هو رأس الوزير بسيل. الباقي بعلمي كلهم، يعني كلهم هن بيقبلوا بكلهم ما عدا الوزير بسيل، ما انفضحوا. واليوم اكبر بعتقد بعد الاستقالة هيدي فضيحة ما رح يقدروا يهربوا منها. اليوم كل الرأي العام بده ينقلب عليهم. طيب هي السلطة يا أستاذ سليم، هي السلطة اللي منقلب على حالها. أنا خلص وقتي، إن شاء الله بعدين رح يكون عنا حلقة طويلة نحن وياك. على الطرقات رح العالم تتوجه لهم وتقول لهم أنتم مظبوط الصفات اللي عطوكم إياها، تفضلوا طلعوا من الساحات، وإذا ما طلعوا خليهم هن يتحملوا. شكرا لك على هذه المداخلة النائب سليم.